حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. كشفت محكمة النزاهة في ديالى عن تزايد حالات التلاعب والتزوير والمخالفات القانونية في عمليات إقراض المواطنين، وقالت المحكمة إن هناك شركات تقوم باستغلال المستمسكات المقدمة من قبل الضحايا والأبرياء وجعلهم مقترضين في قروض وكفلاء في قروض أخرى، حيث تقوم بتزوير تواقع وبصمات هؤلاء المقترضين على أنهم هم من قاموا بترويج المعاملات واستلام مبالغ القروض، مضيفة أن معظم هذه العملية تتم باتفاق مسبق بين أصحاب الشركات وموظفي المصارف المانحة للقروض ودوائر الكفلاء. اعتبر النائب السابق غالب محمد أن الحل الوحيد للخلاص من الأزمة المالية بين أربيل وبغداد هو ربط رواتب الموظفين في كردستان العراق مع الحكومة في بغداد. وأضاف النائب السابق محمد أن سبب الأزمة الحالية في أربيل هو عدم وجود سيولة مالية نتيجة لعدم صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم وتأخيرها لأكثر من 3 أشهر. وأكد أن ربط رواتب الموظفين بين بغداد أو مع بغداد وعن طريق نظام الماستر كارد هو الأمل الوحيد للخلاص من الأزمة المالية، كون دفع رواتب الموظفين بشكل منتظم دون تأخير سينهي الأزمة وينعش القطاعات الاقتصادية والأسواق في كردستان العراق. أعلنت هيئة النزاهة في كردستان العراق تسجيلها خلال العام الحالي 502 قضائيتين وتلقيها 244 بلاغاً بشأن شبهات فساد مالي. وبيّنت هيئة النزاهة أن المحكومين في قضايا الفساد المالي هم موظفون حكوميون وآخرون من القطاع الخاص ومدققون ماليون ومحامون ومتعهدون وأصحاب مقاهي ومديرو شركات، فضلاً عن ضباط في الشرطة برتبة عالية. أكد باحثون في الشأن الاقتصادي استمرار عمليات تهريب الدولار على قدم وساق، مبينين أن المستفيد الأول من التهريب هي المصارف العائدة للأحزاب. كما أبدأ الباحثون الاقتصاديون استغرابهم من بحث البنك المركزي العراقي عن دعم من الفيدرالي الأمريكي بما يتعلق بسياسة البنك باتجاه المصارف العراقية. وأضاف الاقتصاديون أن سياسة المركزي العراقي يجب أن تكون نابعة من داخل الاقتصاد العراقي وتنصب في معالجة عملية غسيل الأموال ومنع تهريب العملة الأجنبية، لافتين إلى أن العديد من المصارف العائدة لأطراف سياسية وحزبية هي من استفادت من بعض إجراءات البنك خصوصا عبر نافذة بيع العملة. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.